هناك دعم من الحكومة والسيد رئيس الوزراء، علينا أن نستثمر هذا الدعم ونسير بخطوات حقيقية من أجل الشروع بإقامة مشاريع مهمة واستراتيجية خارج النطاق التقليدي. اليوم لا نريد فقط أن نركز على ما يأتينا من بغداد من موازنات، يجب أن نفكر ما هي الموارد الذاتية الموجودة في محافظة نينوى حتى يتم تشغيل عطينا العمل، تشغيل دعم القطاع الخاص، دعم الاستثمار، لأن من غير المعقول أن الدولة أو الحكومة تقوم بتعيين كل الخريجين كل الشباب، وبالتالي علينا أن نكون هناك خطوات حقيقية في إقامة مشاريع مهمة سواء قطاع الزراعة، قطاع السياحة، قطاع الصناعة، قطاع التجاري. فإن شاء الله اليوم أهالي محافظة نينوى يستبشرون خيرا، ونحن كحكومة محلية أطلقنا برنامج إن شاء الله سيكون قابل للتطبيق. من غير المعقول أن مواطن لديه بطاقة موحدة معناها قد خضع لكل التحقيق الأمني وحصل على هذه البطاقة الموحدة التي تعتبر وثيقة الأولى بعد الجواز، فحصل على هذه البطاقة الموحدة وبعد 10 أيام يتطلب منه إجراء معاملة أخرى، ونقوم بمطالبة المواطن بتصريح أمني آخر. أعتقد انطلاقا من هذا المبدأ تقرر إلغاء كل التدقيق الأمني لكل دوائر محافظة نينوى باستثناء معاملات الشهداء وأيضا معاملات التعويضات. أيضا سنبحث مع بغداد لإيجاد آلية معينة، نريد بصراحة أن نخفف العبء عن كاهل المواطن. المواطن في محافظة نينوى صبر كثيرا، تحمل داعش والقاعدة، ومن ثم الآن المواطن أبناء الشهداء وعوائل الشهداء قدموا أفضل ما يملكون فيها وهو التضحية بالروح والجسد، فعلينا أن نحاول أن نكون قريبين وندعمهم دعم حقيقي. وأيضا التعويضات هي صادرة بقانون رقم 20 لسنة 2009، وبالتالي يتحتم علينا مساعدة هذه الطبقات سواء في مؤسسة الشهداء أو في التعويضات. اليوم نينوى فيها روح، فيها حياة، فيها برنامج حكومي، فيها حكومة محلية قريبة من المواطن، فيها استقرار سياسي. فأعتقد هذا قد لا يرغو للبعض، ولكن لا نلتفت للوراء، نمضي من أجل أن تكون نينوى هي المحافظة الأولى.